السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده افكار وحيل ومنظمات هايله جدا هنشوفها مع بعض. ويلا بينا نكمل فيديو النهارده، وزي ما اتعودنا كل يوم قبل ما نكمل الفيديو مع بعض للاخر، ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناه باحلى لايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليوميه اللي انا بنزلها. تعالوا نشوف كده المنظمات بتاعه المطبخ، ونبدا كده طبعا بطقم التوابل الحلو جدا ده، كمان يعتبر شامل كل حاجه، كام قسم كده، حوالي 5 أقسام في علبة واحدة، وقد ايه طبعا حلو جدا ويوفر كمان معاكي في المساحة. ونشوف هنا كمان برضو منظم الفوط بتاعت المطبخ، وكمان برضو الاسبونشة، يعني الفكرة بتاعته حلوة جدا. بالنسبة كمان للسؤال اللي هيجيلي دلوقتي، هنلاقي معظم الحاجات دي فين؟ وكتير جدا بندور على المنتجات دي ومش بنلاقيها متوفرة، بالعكس طبعا معظم المنتجات دي ويمكن كلها كمان متوفرة في المولات والهايبرات، وكمان في فروع زي فروع ايكيا، وكمان في مواقع كتير جدا زي امازون وغيرها بتباعها كمان في مصر وكمان الدول العربية والاجنبية، طبعا متوفرة فيها بصورة كبيرة جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو المنظم ده هايل جدا، بيوفر طبعا معاكي في المساحة، وممكن لو المطبخ بتاعك كبير تشتري طبعا منظم زي ده هايل جدا. وتعالوا نشوف هنا كمان برضو المساحة بتاعت العربيات او السيارات عامة، الفكرة كمان بتاعتها حلوة جدا، شايفين طبعا بتمسح الازاز وبتلمعه، فكرة سريعة جدا. هنا كمان برضو كده ملمع الاحذية، بس هنا طبعا الفكرة بتاعته حلوة قوي، سواء طبعا الجلد، الشنط، الشوزات، الفكرة كمان بتاعته هايلة جدا. وندخل كمان دلوقتي مع بعض على المنظمات اللي بجد الفكرة بتاعتها عجباني جدا. اولا طبعا الخامة بتاعتها اكليريك، وكمان شكلها شيك جدا، وكمان الاحجام بتاعتها هنشوف واحنا بنكمل الفيديو مع بعض هنا طبعا احجام واشكال كتيرة جدا. شفنا طبعا الحجم المستطيل الكبير من شوية، ده كمان برضو كده متقسمة من جوه ل4 اقسام، حلوة جدا، تنفع طبعا لاطباق التسالي وكده، والفكرة كمان بتاعتها حلوة بي. ده كمان برضو كده طبعا تنفع زي اطقم توابل زي ما احنا شايفين، والفكرة كمان بتاعتها هايلة قوي. هنكمل كمان الفيديو وهنشوف كمان افكار كتيرة جدا. ده كمان برضو كده زي طبق تسالي، شايفين طبعا الفكرة بتاعته، ممكن تحط فيها كذا واحدة فوق بعض، يعني تعملي كذا دور، فالفكرة كمان بتاعته جميلة قوي. نيجي نشوف هنا كمان برضو كده الشنطة الصغيرة دي، زي اللي هي فكرة شنطة الخيط بتاعت الخياطة بقى، الخياطة والملتقيس كمان بالمتر، فيها مقص صغير، فيها كمان لضمة الإبر، فيها كمان مجموعة صغيرة من الإبر اللي احنا شفناها دي دلوقتي طبعا بأحجام مختلفة، يعني الفكرة بتاعتها حلوة قوي، وخصوصا كمان ان هي زي شنطة الجيب كده صغيرة، ما بتاخدش كمان مساحة معاكي، ودي كمان برضو بقى اللي هي المسكات الصغيرة اللي بتحافظ معاكي على الشاحن، خصوصا كمان طبعا ان كلنا دايما بنشتكي ان الجزء ده الخاص بالشاحن بيتقطع بسرعة، فالفكرة كمان بتاعته حلوة قوي. دي كمان كده زي برضو اللي هي العلب بتاعت التسالي، متقسمة برضو حلوة جدا، وده كمان برضو المشبك المغناطيس تقدري تحطيه على باب التلاجة كده، وفي نفس الوقت كمان تشبكي بيه اي حاجة انت عايزة تحفظيها. نيجي هنا كمان برضو للمصفى الحلوة دي، فكرتها طبعا صغيرة جدا، وفي نفس الوقت طبعا تقدري تحطيها عندك على الحوض كده طول النهار، تصفي فيها اي حاجة انت طبعا مستغنية عنها، بحيث طبعا تحافظي على الحوض بتاعك. برضو نفس الفكرة بتاعت الاكليريك، يعني شكل هو اللي طالع موضة جدا اليومين دول، نفس برضو الفكرة في الكوباية الحلوة قوي دي، طبعا مساحتها كبيرة او حجمها كبير، وفي نفس الوقت طبعا تقدري تستغليها في كذا فكرة مختلفة. تعالوا نشوف كمان برضو كده المعلقة دي، بيقول هنا كمان تقدري تثبتيها معاكي على الحوض، تقلبي بيها برضو كده الرز بتاعك، وكمان فكرتها ان هي عريضة شوية، فطبعا بتاخد معاكي كمية كبيرة. هنا كمان برضو بقى الستاند بتاع الحلل ده، شايفين طبعا كذا فكرة مختلفة وحجم مختلف للحلل، وفي نفس الوقت كمان تقدر تستغليه. هنا بقى كده انا معرفتش الجهاز ده زي دفاية، بس عامة تقدري طبعا تدفي بيه كذا حاجة مختلفة، وكمان تجففي بيه الشوزات اللي انتي غسلاه، يعني قبل ما تنامي كده على السرير تجففي، او كمان تسخني طبعا بحكم ان هي دفاية السرير بتاعك. يا سلام على الفكرة الهايلة دي، حلوة جدا طبعا بقى كمان في الاجواء الشتوية اللي احنا فيها، والفكرة كمان عجبتني جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو طبعا الاستندات والمنظمات دي قد ايه طبعا هايلة جدا. انا عن نفسي عجبتني كل الاستندات والمنظمات اللي معانا في الفيديو بتاع النهاردة، وعايزاكم كمان دلوقتي تكتبوا لي تحت في الكومنتات يا ترى ايه اكتر فكرة عجبتكم.
كمان برضو الفكرة بتاعت المنظف بتاع، طبعا طابلوه العربية، تغسلي بيه العربية من بره، تشيلي كمان الدهون اللي موجودة عندك، وخصوصا طبعا ان كلنا عجبتنا الافكار بتاعت فيديوهات التنظيف اللي عدت معانا الفترة اللي فاتت، فحبيت كده في فيديو النهاردة ان انا اغير وندخل كمان على مجموعة من المنظمات الهائلة جدا اللي كتير جدا مننا كمان بيبقى محتاجها، وخصوصا كمان برضو العرايس المقبلة على الزواج الفترة الجاية تقدر كمان تشتري كل الحاجات دي في مطبخها. افكار بسيطة جدا وفي نفس الوقت عملية قوي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده المنظم ده، تقدري طبعا تعلقي فيه حاجات كتيرة جدا عندك في المطبخ، وتوفري المساحة بتاعة الأدراج تستخدميها في حاجات تانية في المطبخ في الحمام. هنا كمان برضو طبعا الجهاز بتاعي اللي هو مجفف الشوزات اللي قلت لكم عليه قبل كده، تكوني غاسله الحاجه ينشف معاكي في ثواني محدوده. الشرابات، الشوزات، هنا كمان برضو كده شايفين بيورينا درجه حراره الشوز ده وصلت ل 46، فيعني الجهاز فكرته حلوه قوي. ده كمان برضو كده المنظم بتاع المطبخ عندك او الحمام، تقدري طبعا تستخدمي العلاقه دي في كذا حاجه مختلفه، والفكره كمان بتاعتها عمليه وحلوه جدا. نيجي كمان دلوقتي كده نشوف مع بعض يا ترى فكرة الستاند دي هتستخدميها في ايه. طبعا افكار كتيرة جدا ومختلفة، بتختلف طبعا من مطبخ للتاني، وتنفع كمان بقى المطابخ الصغيرة، يعني لو مطبخك حجمه صغير تقدري طبعا تعملي كام فكرة من دول، هيوفروا معاكي في المساحة جدا، وتستغلي كمان ان المطبخ بتاعك صغير. ودلوقتي كمان ما عادش فيه فرق ابدا بين المطبخ الصغير والمطبخ اللي حجمه كبير، فان استغلالي الاماكن دي وفر لك حاجات كتيرة جدا. يعني طبعا تقدري تستخدمي كل المنظمات والافكار اللي بنعرضها في الفيديوهات اليومية دي، بحيث طبعا تستغلي المساحة الضيقة في مطبخك، وتستغلي الأدراج البسيطة اللي موجودة عندك في الحاجات الأساسية فقط. ونيجي كمان نشوف كده المنظم ده، طبعا تقدري تحطيه عندك في أوضة النوم على التسريحة، هيوفر معاكي حاجات كتيرة قوي. شفنا طبعا الفكرة بتاعته ان هو شايل حاجات كتير زي ما احنا شايفين، ازايز برفان، حاجات شخصية ممكن تستخدميها، اكسسوارز، الحاجات دي كلها. تعالوا نشوف كمان دلوقتي الفكرة بتاعت المشترك او الشاحن ده، طبعا اللي كذا فكرة في فكرة واحدة بس في الجهاز ده، وطبعا كمان حلو جدا بيوفر معاكي في المساحة، وكمان برضو تقدري تستغلي الشواحن بتاعته كلها، وبيقول كمان ان هو جودته عالية جدا. عجبتني كمان بقى هنا جدا 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 الفكرة بتاعت الطرحة دي، طبعا شايفين النظام بتاعها حلو قوي، وكمان برضو نفس الفكرة في ستاند بتاع الشنط اللي ممكن تحطيها عندك في الدولاب بتاعك من جوه كده، وتستغلي المساحة بتاعت الدولاب ده. قد ايه الفكرة دي عجبتني جدا. تعالوا نشوف كمان دلوقتي مع بعض برضو نفس فكرة المكوى الاستشوار دي، منها زي مشط كده او فرشة، وفي نفس الوقت كمان بتعمل لك تجاعيد الشعر اللي انت عايزاها. تعالوا نشوف كمان دلوقتي هنا مع بعض المنظم ده، الفكرة بتاعته قد ايه حلوة جدا، وفي كمان منه كذا منظم هنشوفه دلوقتي مع بعض. ده كمان منظم زي اللي احنا شفناه في بداية الفيديو، بس الفكرة هنا ان هو حجمه رفيع شوية، بحيث طبعا لو مطبخك حجمه ضيق شوية تقدري تعملي فيه المنظم ده وتشتريه جاهز طبعا، والفكرة بتاعته عجبتني قوي. هنا كمان برضو نفس فكرة الستاند اللي قلت لكم عليها من شوية، بس طبعا هنا فكرة كبيرة شوية تقدري تحطيها عندك على الحوض، وتستغلي طبعا الظرف زي ما قلتلك لو مطبخك ضيق، وقد ايه الفكرة بتاعته عظيمة جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده مجموعة من الافكار الهائلة، العلب المناديل باحجام واشكال مختلفة، وكمان برضو اللي فيها علقة مثلا تقدري تحطي فيها حاجة، اللي فيها كمان برضو كده زي منظم صغير من تحت اللي ممكن طبعا تلزقيها كده في اي ظرفة او كومودينو عندك او ترابيزة، يعني طبعا كلها افكار مختلفة، بس على فكرة هايلة جدا، وكمان برضو بتستغل بيها اماكن كتيرة قوي، واشكالها طبعا زي ما احنا شايفين اشكال كتيرة هايلة جدا. شايفين طبعا كام فكره في علبه المناديل، حوالي 10 افكار بس عامه حلوين قوي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده القرص الدوار ده لطقم التوابل او الزيوت، او كمان برضو الصوصات طبعا اللي بتسيب اثر في الظرف عامه، فنقدر طبعا نشتري الفكره بتاعت الطبق الدوار ده، حلو قوي. هنا كمان برضو مع بعض الفكره بتاعت طبعا منظم الرز اللي احنا شايفينه، الفكرة بتاعته حلوة قوي، رز دقيق بيشيل طبعا معاكي احجام كتير زي ما انت عايزة. هنا برضو نفس الفكرة بتاعت الستاند، احجام طبعا مختلفة زي ما قلتلكو، في الجنب برضو كده تنظيم حلو قوي، ممكن تعلقي فيه كم حاجة كده زي ما شفنا،
يعني افكار هايله قوي. تعال نشوف هنا كمان برضو نفس الفكره دي، زي مصفى كده للمعالق والشوك والسكاكين، والمعالق طبعا الصينيه اللي هم هناك بياكلوا بيها، يعني مفيش بعد كده. وكمان برضو عجبني جدا 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 الفكرة دي، اللي هي برضو زي منظم صغير تقدر تستغليها، تحط فيها زي بصل، ثوم، بطاطس، فلفل، يعني خضار او فاكهة زي ما انت عايزة، بدل ما تحطي مثلا طبق على الرخامة. لا، الفكرة دي ان انت بتبقي معلقة كده المنظم ده، او ممكن طبعا كمان تعلقيه في الحمام زي ما شفنا الفكرة بتاعته. خلصنا طبعا القسم ده، وهندخل كمان برضو كده حاجة بسيطة سيدة كده على السريع، وبرضو كمان الأفكار والمنظمات اللي بتستخدمها في بيتها. هنا كمان طبعا كده المنظف بتاع الشوزات، ونفس فكرة برضو هنا، أفكار حلوة جدا بالنسبة طبعا كمان نفس المجفف بتاع الشوزات. هنا كمان برضو كده المبخرة دي، الجهاز اللي هو عامل زي الدفاية، بس الفكرة بتاعته عجبتني جدا، كلها أفكار سريعة وعملية جدا وفي نفس الوقت حلوة قوي. الغسالة طبعا الصغيرة، حاجات كتيرة شفناها قبل كده مع بعض، وفي نفس الوقت عملية جدا وسريعة جدا، وبتوفر وبتنجز معاكي في الوقت قوي. دي طبعا بقى حلاوة الأفكار والمنظمات اللي احنا بنشوفها مع بعض، ان هي بتوفر معاكي في الوقت وفي المساحة، وفي نفس الوقت بتخلي شكل البيت أنيق جدا، وقد ايه طبعا بتبقى مريحة للعين. طبعا انا عرضت لكم معظم الفيديوهات دي او الاقسام دي قبل كده في فيديوهات كتير، وشفنا قد ايه ان هي حلوة جدا وفي نفس الوقت مفيدة، بتوفر معانا في المساحة. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الطبق والمصفى ده، وكمان برضو طبعا هنا جهاز التعقيم اللي بقى دلوقتي اساسي في معظم المنازل الصينية والكورية اللي شفناها قبل كده الفترة اللي فاتت دي مع بعض، ما عادوش خلاص يقدروا يستغنوا عنه، خصوصا طبعا كمان في الفترة بتاعت طبعا انتشار الامراض والاوبئة اللي موجودة اليومين دول. عامة طبعا اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناة باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية. وعايزة كمان رأيكم تحت دلوقتي في التعليقات في فيديو النهاردة، ويا ترى عايزين فيديوهات ايه النوعية او نوعية فيديوهات ايه الفترة الجاية. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.